لحظه هناخد المقاسات الاساسيه، هنقيس 21، دي مقاساتي الجانبيه 21. الرقبة 7، في 7، 7 عرض. أحسن محمد مصممة أزياء، طبعا كان حلمي في يوم من الأيام إن أنا أعلم خبرتي لسيدات وبناتي إن يتعلموا الأزياء ويعملوا ماركة تكون خاصة بيهم. فطبعا أنا تعبت كتير عشان أوصل إن أنا أحقق الحلم ده. طبعا الأول كان في رفض كتير من الناس، كانش عندها القبال لحاجه زي كده. طبعا لما كان عندنا ماركات غير بتاعتنا، لغايه طبعا ماركات غليت قوي وبقت سعرها طبعا غالي جدا، فانا خلاص قررت برضو ان انا انزل ان انا اعدي الكورسات دي. في الاول كان في صعوبات، ما كانش في قبال قوي زي دلوقتي طبعا، بس انا مش بيأس بصراحه. انا طول عمري حتى لو دخلت في خساره او عصابات يعني حاجات قدامي عصلجت معايا، فانا مكمله. يعني انا بقالي في المجال ده 35 سنه وانا مكمله، ومش اقول لك قد ايه شفت حاجات صعبه وشفت حاجات كويسه لغايه اما وصلت للهدف اللي انا عايزاه. انا ولاء نزيه، عندي 22 سنه وبدرس سياحه وفنادق، وكان موهبتي ان انا افصل وكده واعمل ديزاين وحاجات مختلفه ويبقى ليا البراند بتاعي وافتح اتيليه. انا شايفه ان كل واحد يبقى في الدراسه وليه حاجه تانية، مشروع خاص بيه، هو يشتغل مع نفسه بقى ويبقى ليه شغله ويفتح حاجه خاصه بيه، وهو كمان ممكن يقدر يشتغل وهو في الدراسه، الموضوع يعني سهل. انا جهاد طارق، 22 سنه، بدرس كليه زراعه. بصراحه انا ما كانش ليا فكره خالص عن التفصيل، بس كنت حابه الموضوع، كان نفسي اعمل مشروع لنفسي. فاول ما جيت هنا اتعلمت طبعا من البدايه خالص، وما كنتش عارفه ان الفرق ده، يعني ان انا هقدر ان انا اعمل كل ده، بس فعلا الحمد لله، يعني فضل ربنا. وطبعا طنط احسان بجد يعني علمتني كل حاجه من الف للياء، ودلوقتي بقيت شغلي تمام جدا وببعت لها الصور بتاعتي وموديلات. كل بنت، كل سيده تقدر تعمل مشروعها الخاص، يكون لها شغل من ايدها هي، حتى لو مش التفصيل. يعني برضه بشجع اي حد عنده اي موهبه يشتغل عليها ان هو يبقى عنده شغل خاص، لان بلدنا ترجع تاني يبقى احنا مبدع الشغل هنا لدول العالم، احنا كنا رقم واحد.